أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار يطلب من نظام الأسد التعاون مع تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي المتهم بأنه شنه الأسبوع الماضي على بلدة خان شيخون السورية. وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قدمت في وقت سابق من يوم الثلاثاء مشروع قرار جديد يطلب إجراء تحقيق دولي في هذا الهجوم، بحسب ما أعلن مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة السفير ماثيو ريكفورد. أعلنت الشرطة الألمانية أن دوافع الهجوم بعبوات ناسفة شديدة الانفجار على حافلة فريق باروسيا دورتموند لكرة القدم غير واضحة المعالم، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقاً لكشف ملابسات هذا الهجوم. وقال قائد شرطة دورتموند إن الشرطة تفترض أن حافلة الفريق استهدفت عن عمد في الهجوم لدى مغادرة الفريق الفندق في طريقها إلى الملعب لمواجهة موناكو الفرنسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. استعادت قوات الشرعية اليمنية بدعم من قوات التحالف العربي السيطرة بشكل تام على جبل النار شرقي مدينة المخا بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح. مصادر عسكرية قالت إن قوات الشرعية تواصل تقدمها باتجاه معسكر خالد الاستراتيجي الواقع في المفرق الرابط بين محافظتي تعز والحديدة. أعلنت الرئاسة المصرية عن التشكيل المبدئي والاختصاصات المنوطة بالمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف من كافة الجوانب. وقال الناطق باسم الرئاسة إن مهام المجلس ستشمل إصدار القرارات والإجراءات اللازمة، فضلاً عن تعزيز مشاركة كافة أطياف المجتمع في التعامل مع ظاهرة الإرهاب وتطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم عنها وزيادة الوعي المجتمعي بسبل التعامل مع تلك الظاهرة. خاض يوفنتوس خطوة كبيرة نحو بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه بثلاثة أهداف دون رد على ضيفه برشلونة في ذهاب ربع النهائي. فوز سيمنح اليوفي أفضلية كبيرة في مواجهة الإياب، بينما أصبحت مهمة النادي الكتالوني صعبة لبلوغ دور الأربعة. واستفاد اليوفي من تألق مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا الذي احتاج ل 22 دقيقة فقط ليمنح فريقه التقدم بثنائية متتالية قبل أن يختتم كيليني ثلاثة أصحاب الأرض ثلاثية أصحاب الأرض في الشوط الثاني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.